بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول نبضات قوية قادمة من المنبع الدخيل الكوكب المذنب تظهر على الحقل المغناطيسي الأرضي، ولا علاقة لها بالرياح الشمسية، لأننا حين نطل على سرعات الرياح الشمسية نجدها متدنية. والآن نمر للشرح على الصور لنرى النبضات التي تتعرض لها الأرض، وخصوصا ما بين الساعة 8 إلى 11 ليلا. قلنا بأن القوة بدأت تقريبا من 7 إلى 8، ونرى هذه النبضة. ففي 7 بدأت تظهر هذه النبضة التي ترونها هنا باللون الأحمر تضرب الحقل المغناطيسي، ونرى هذه التشوهات وهذه الدوامات الحمراء. اللون الأحمر يمثل أعلى طاقة، وعندنا هنا 8 إلى 9 ونرى كيف بدأت القوة تتطور، ونرى التشوهات كيف بدأت تزداد. نمر الآن لصورة الحقل الصاد. كما ترون هناك تكسرات، الطاقة الملتفة ترونها قادمة من هنا، ها هي تلتف، فالطاقة قادمة. هناك الشمس، الكوكب المذنب تصطدم بالشمس ثم تلتف حول الأرض، ونحن نرى هذا التلون الظاهر ها هنا. التلون الظاهر يظهر لنا من أين تأتينا هذه الشحنات الطاقية. حين نصل إلى سرعات الرياح الشمسية، فنحن نشاهد الرياح الشمسية في 300 400 500 من 300 إلى 500. سنكبر الصورة لكي تتضح لنا. هنا سرعة 300 400 إلى 500 أقصى حد، ونرى هنا هذه النبضة التي نتحدث عنها. انظروا كيف تشكل وتبعثر الخطوط، فهناك نبضة قوية تتلون بالأحمر تلتف، وانظروا معي للخطوط كيف تتحول، تغير اتجاهها وتلتف نحو الداخل نحو الأرض. الأرض هناك شحن طاقي قوي سيعطي زلازل في قادم الأيام، علما أن هناك زلازل أصلا مثلا في الجزائر وغيرها. بدأت الزلازل تمتد لمناطق لم تكن تشهدها. انظر معي للقوس الصاد كيف هو تقلص إلى درجة كبيرة. هنا التشوهات واضحة والضربات قادمة من الخلف، هناك ضربات وهناك عكس للرياح الشمسية مع ضربات أخرى قوية تبعثر الخطوط. عندنا كما ترون هذه الدوامات الحمراء، دوامات حمراء قوية. رنين شومان حين عاد لحالته الطبيعية ما بين 87 إلى 8 تم ضخ البيانات من جديد في رنين شومان اليوم، البارحة عند 5 مساء تم ضخ البيانات. هنا صورة التقطتها لسرعة الرياح الشمسية، انظروا كيف السرعات في 300، وانظروا لحالة الغلاف المغناطيسي وكيف تتحرك الأسهم. الأسهم متجهة هنا ثم ترتد، هناك حركة مضطربة جدا داخل الحقل المغناطيسي الأرضي. هنا أيضا اضطراب في الحركة، هناك ارتداد لقوة دخيلة تلتف هكذا. انظروا معي للالتفاف، التفاف الطاقة ها نراها هنا عبر هذه الأسهم أيضا، فهناك التفاف للطاقة، التفاف للطاقة أيضا. كما قلت هذه التشوهات ستعطينا زلازل في قادم الأيام أثناء تفريغ هذا الشحن الطاقي. فمنطقة شمال إفريقيا أصبحت تظهر بها زلازل، كانت الهزات كانت سابقا بالمغرب، الآن البارحة منذ البارحة ظهرت هذه الهزات، هذه الهزات أمس كما ترون، أمس في معسكر وأخرى هنا في لا أدري ما اسم هذه المنطقة، مسكارة أمس أيضا 3.4. اليوم
ظهرت هزات بالقرب من الجزائر. هنا عندنا هزة قبل 6 ساعات 4.1، وهناك هزات خفيفة بالقرب من البويرة كما تشاهدون. هذه كلها هزات خفيفة في حدود 3/10 4/10. هنا 3/10. المهم أن الزلازل بدأت تصل لمناطق لم تكن تشهدها بتاتا، وهذا كله سببه ما رأيناه على حقلنا المغناطيسي، وقلنا بأن هذه التشوهات وما يحدث من شحن سيعطي زلازل أثناء التفريق، لأن الشحن الطاقي يستمر لحدود 7 أيام تقريبا حسب الشحن المتراكم حين تصل الأرض أو منطقة ما إلى الإشباع، فإنه يتم تفريغ تلك الطاقة وتتحول من طاقة كامنة إلى طاقة حركية تتفجر عبر زلازل أو براكين. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.